طب قولي لنا بقى الأكلة بتاعتك دي. تمام. اول شيء تحطين اللحم في انا الجدره، حطيت لك اللحم يا اختي. خلاص، وبعدين تحطين ماجي وفلفل اسود والبهارات، وتصبرين شوي لين اللحم تستوي خلاص، وبعدين تنطرين لين الرز، يعني بعد ما اللحمه تخلص تحطين الشوربه حقت اللحم، تغسلين الرز حلو، وبعدين تصفين الرز. تعالي وين راح يا اختي، ده انت رصتيهم لي ولا رص القرب. شفتي رص القرب وانت رصتهم لي رص القرب. واحده واحده يا اختي عليا. طبعا احنا يعني انت ايه قلتي ان احنا ممكن نعملها بالريش البتلو دي. تمام اوكي اهي. أيوة شفتي صحيح. بدي بقى الريش اللحم البلدي الحلو بقى زي اللي عندكم. اكيد. انتوا بقى غير الريش البتلو دي بتعملوها بايه؟ بيكون في عندك الخروف. خروف. تمام. او التيس. تيس. ايوه المعز. المعز. اوكي. تسوين فيها وبس، مفيش حاجه تاني. لا ما احنا برضه ساعات نقول برضه على الجدي. ايوه الجدي نقول عليه تيس. تيس. ايوه الجدي صح كده، يا اما يا خروف يا تيس. تمام. يعني يا خروف يا معزه. ايوه نعمله بيه. بالضبط زي الفل. نيفة، عارفة احنا هنا نقول عليها نيفة، بس احنا بنشويها لما بتتشوي نقول عليها نيفة. انت واخدة بالك؟ أيوة. نقول عليها نيف. طب بقى عبال الشوربة ما تغلي هاتيلي البطيخة دي اقطعها على وشك، وش حبايب العرب لو طلعت حمرة يا رب يجيلك عريس، ونقول يا فلفل هات عريس يفتل. طيب يلا هاتي. أيوة. طب استنى انا اوسع لك، احط لك الحلة الطويلة دي ورا. اوكي. وناخد ايه، نعمل الكبسة هنا، البصل هنا. تمام. تمام اهو. ايوه هاتي بقى انتي طاسه ولا اجيب لك انا طاسه؟ من فين؟ اهو الطاسات اهي. خش خدي دي صغير. حلوه دي عشان تحمر لك، يبقى واخد راحته. تمام. زيت. الزيت حاضر يا ست ام مارينا. اهلا وسهلا. ازيك يا ست ابو مارينا؟ الله يسلمك. ازيك يا ست غالية، عاملة ايه؟ الحمد لله انت منورة. ده انت اللي منورة يا ست غالية، وحاجتك حلوة. تسلمي. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. كابتن عايزين نشوفها بقى. ما هو معانا بقى يا ست الكل هتعملها. يعني حاجة تقيلة، عملها خفيفة كده. لا ده بصي، هي ممكن تعمليها بريش بتلو بأي نوع لحمة. ماشي. وفراخ تنفع بره، بس الفراخ كبير. ما السنه اللي فاتت عملتها لي خالده من الكويت كانت بالفراخ. ماشي ماشي. ان شاء الله تعجبك. ان شاء الله تعجبك. بألف هنا. بألف هنا للي يعمل وياكم. ألف هنا ليكم. ألف هنا وشفا ليكم. الله يخليكي. وبنتي عايزه اكلمك. ايه زيك يا ست الكل. الو. ازيك يا ست غالية، عاملة ايه؟ تسلمي يا حبيبتي وتسلمي. انا والله العظيم مفتقداكي اول ما كنت مش في الشارع. لا ما الحمد لله هنرجع لبعض تاني، وان شاء الله ربنا يجمعنا. يا رب يبقى الدنيا هادية كل الناس. يا رب يا رب يا رب. شفتي البطيخة طلعت حلوة ازاي على وش كل حبايبي؟ حلوة على وشك انت يا حبيبة قلبي. ماشي. معاك اختي الصغيره اميره. طب بس وطي التلفزيون. ايه؟ وطي التلفزيون. معاك اختي الصغيره اميره. طب بس وطي التلفزيون. حاضر. ايه؟ وطي التلفزيون. يا اميره. خد. ازيك يا مرمر يا جميله؟ الو. يا ست غاليه. يلا غني بقى يا حلاوه الاكله الشعبيه. انا ها العربيه. انا غنيت عليك النوبه فاتت. خلاص. ميتين. ايوه زي بعضه. وانا هبعت لك بقى طبق مهلبيه شوكولاته ملونه كده تستاهل بقى. ايه عجباني انت اللي في الكوبايه دي؟ اللي في الكوبايه دي مهلبيه بالشوكولاته. شوكولاته. ايوه
شفتي حلوة ازاي تستاهل بقك يا قمر. ايوه انا غنيت اغنية. قولي. يلا. حياتي اكيا شعبية يدي يروح مغزية. يا حياتي اكيا شعبية. الاكل الشعبي مفيد لينا بينسول بينا ويقوينا. يا ست غالية ربنا يخليهم لك يا ست الكل تروح لك فيهم البركة. الله يخليك ويديك الصحة وتعيشوا كل رمضان وتعملوا كل حاجة حلوة. تسلمي وانتوا تسلموا لنا عشان بتشوفونا وانت بعيد. يا رب الشعب كله هادي. الله يخليك يا ست الكل. ده انت شاطرة. ده انا قلت هعمل كده بس ما يعني دماغي ما ودتنيش زي انت كده ما شاطرة كده وقلت لا ده احنا نجمع بعض كلنا. اللحمه غليت اهي واستوت وبقت زي المانجا فيها كل حاجه. تمام نصفيها نشيلها. اه طب استني انا اجيب لك انا حاجه نحط فيها عشان انا يا اختي ايه عندي حاجه ايه ولا ليها ايدين ولا رجلين كده. خدي بالك من الموضوع ده. احطها لك في حله ولا في طبق؟ اي حاجه. استني يا اختي عشان اصفي بس اللحمه. واجي لك اصفيها كده ولا عاوزه حله اصغر؟ لا لا الحبوب دي عايزة اصفيها. عاوزة تصفيها هنا؟ اه. انت شايفانا ولا لا؟ موضوع معانا. حاولي طب تكلميني تاني انا اصفيها لك في حلة تانية. تمام. انت لازم تصفي الشوربة تماما. ايوه. صح؟ اه. طيب خدي انت دي حطيها في الحوض. اوكي. شاطرة وانا اصفيها لك. يعني بتاخدي الشوربة صافية. ايوه. طب يا اختي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بتبقى بقى كل الحبوب اللي فيها. بس ممكن توقفي بس كده مش لازم كلها. مش يعني عايز انا حطيتلك بس عشان لو شرب منك واحتاجنا يبقى مفيش مشاكل ما تقلقيش. اوكي. هردها لك في حله واسعه. ما المثل يقول لك ان كان معونك ان كان رزقك ضيق وسع له المعون. اهو يا اختي ما تقلقيش. كده ما فيهاش اي حبهان ولا اي حاجه بس صافي. لازم تبقى صافيه. ايوه ايوه صافيه اهي. دي بقى اللي هتحطي فيها الرز. اه بس دي كتيره. اه احنا عاوزين نعمل الرز ده كله بالظبط. هتجيبي لي جدر كبير. ادي جدر كبير اهو. تمام. جدر يعني حله عندكم. ايوه. انقل لك بقى فيها الشوربه كلها. لا الرز الاول. الرز اعملي بقى زي ما تحبي. طيب انا بس عشان خايفه عليك اديني بس وشك كده لفي لي كده عشان بس الناس تشوف انت بتعملي حاجاتك الحلوه دي ازاي. عايزه بقى تاني هات. تمام الشوربه. عاوزه احط لك الشوربه. طيب انا بساعدك بس اهو واتعلم منك. حط الشوربه. ايوه اما تخلصي قولي لي كفايه. بس كده. ها تمام. البهارات كده كفايه. اه ماشي. او شويه ملح. احترتيني عاوزه لا شويه ملح. هي الشوربه حقيقه خلي بالك. طيب خلاص مش محتاجه ملح محتاجه خلاص. بس انت تحطي البهارات دي بقى اللي تمام. انت جايباها بتاعت الكبسه. اوكي اهو وادي الغطا يا اختي اهو. تمام كله تمام. وادي البصل اللي احنا حمرناه. ده هتبقى اكله بقى صلاه النبي 10 على 10. عاوزه ليمون ناشف؟ لا لا عادي. اسكتي مش انا نشفت الليمون. لا في 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 هنا في. في عندك؟ أيوة. انا بقى نشفت الليمون بقى ايه للكبسه وللرز والحاجات دي وتحطيه مع الشوربه وهو بيغلي بيبقى حلو قوي. ايوه. عارفه عملت ايه؟ كل ما تبقى عندي ليمونه في الثلاجه تدبل. ايوه. اروح لفاها في ورقه بيضه كده واروح سايباها في الثلاجه. كده بينشف. ينشف افرجك على منظره بقى. استني. بصي بص انا بقى نشفت الليمون ازاي. ايوه بصي صار يابس. اه شفتي كل ما ليمونه عندي تنشف. اه
كده تخليها يابسة. تيبس بقى وتنشف كده وتبقى على طبيعتها وحلوة. وتبقى عندك بقى لمطربة ولا فيها حاجة. تسلقي ده كربات ترمي فيه، ترمي ليمونة في الشوربة تاخد الزفارة، تسلقي فرخة، تسلقي أرنب. الليمون ده بيمس ينزل في الشوربة يمس كل الزفارة ومش وحش. بتحط الليمونة صحيحة زي ما هي كده كأنها سفنجة، تترمي في الشوربة تروح مصة كل الزفارة من أي حاجة. شفت انا بقى عملته ازاي؟ تمام، بيبقى سهل وحلو. عاوزه ايه تاني انتي؟ سيبها تغلي. تمام، وبعدين نسوي السلطه. عاوزه تعمليها في الخلاط؟ عندك الخلاط بقى انتي واشتغلي، عيشي حياتك بقى. عبالي انا مخرج شويه الفيلم. تمام، الماكينه فينها؟ الماكينه اهي. يا اختي عليكم وعلى كلامكم الحلو. انت عارفه الفكره بقى، انا لو ما قلت نجمع الناس. ايوه، انت عارفه الموضوع مش حكايه انترنت بقى والكلام ده كله، لا انا عشان الناس تلاقي بعض. سكينه. انت عاوزه دي تقطعي؟ خدي يا اختي سكينه. بس هو ايه، خلي بالك على ايدك. اوكي، قطعي براحتك. عاوزه تقطعي على خشب ولا تعرفي تقطعي على ايدك؟ لا لا، عادي عادي عادي، على مهل يا اختي. بس انت سمعتي قبل كده الحاج عبد الله اللي بيكلمنا من السعوديه؟ لا. الشيخ عبد الله، الشريف عبد الله. ايوه ايوه، اللي جاب لك ال الوز. الوزة. ايوه. الوزة دي بقى كنت يا اختي على السطح في العيد. وكان عندي وزتين. ايوه. وجيت بقى خدت العيال وطلعت على السطح وادوخ على الوزة التانية في سلقط في ملقط طارت. ايوه. معرفش طارت راحت فين. فالشيخ عبد الله كان ساعتها معايا على التليفون، راح وعدني قال لي يا غالية لو نزلت مصر هجيب لك بدال الوزة. ايوه. بصي الراجل بصراحة يعني وعد ووفى. لقيته دخل عليا بدل الوزة بعشر وزات. هو شيء كويس يعني لما شفتي؟ لما يشوف حد يكون عزيز عليه وضاعت منه حاجة شيء غالي عنده، كويس انه هو يعوضها له بشيء يعني شبهها، بس انه هو ده شيء كويس. شفتي بقى؟ ايوه اكيد. يا اختي على رأي المثل، خد من عبد الله واتكل على الله. ايوه. انت عارفه بقى ده علمني اصاحب الناس ونود الناس ونحب الناس، وكل ما تودي الناس ترتاحي. انت عارفه كان عندنا الله يمسيه بكل خير يا رب دكتور اسمه الدكتور سيف، الله يرحمه، كان بيعمل من هنا معانا برنامج مع الاستاذ عصمت. وكان كده شاب كده يا رب يكون شايفنا، عريس زي القمر. ايوه. جه قال لي يا غاليه انت تعرفي ان الصداقه ما تخليش ان يجيلك اكتئاب ولا تعي. تمام. يعني كل ما تعرفي ناس وتكون ناس كويسه عمرك ما تعي ولا يجيلك اكتئاب، صحتك تعيشي صحتك تبقى حلوه. كل ما الناس تبقى حواليك وتروحي وتودي وتيجي ويبقى عندك اصحاب تكلميهم وتفك عن نفسك. الصحاب في كل الحالات يعني حاجه كويسه، لانك انت لما تكوني عندك صاحب او صاحبه بتقدرين تتكلمين معاه حتى يخفف عنك، عندك مشكله عندك شيء بيخفف عنك، حتى لو بكلامهم مش هيقدر ان هو يعني هيطلعك منها، بس الكلام اللطيفة والكلام الكويس بيخليك انك تقدر تتكلمي يعني ترتاحي نفسيا كده يعني. لا ينور عليك يا اختي، لا ينور عليك. عايزه احط شويه مويه. عاوزه ميه؟ مويه شويه. طب استني انا اجيب لك شويه. اوكي. انت ما شربتيش من القله ولا الزيت بتوعي النهارده. ده انت لو شربت منهم هتقولي هاخدهم معايا هناك السعوديه. عايزه قد ايه؟ قطر ولا قد ايه؟ شويه كده يعني. بس انت عاوزه قطر صغير. تمام. ها بس مش عاوزه ملح كمون هيل؟ اربع حبات هيل. اربع حبات هيل. طب بصي انت هتلاقي الهيل في البرطمان اللي هناك ده. بسم الله الرحمن. يعني البيت بيتك انت مش غريبه، افضلي كده دوري لما لقيتيه. ايوه خلاص. شاطر. بسم الله الرحمن. انا جايه لك بقى، انت عاوزه تضربي الطماطم؟ ايوه يا اختي. ما تعملي الزرار كده اهو. هو معلش يعني ايه؟
تعالي كملي بقى، شفتي سهل ده يعني، خلاط غاليه غلبان كده. تعملي له كده بالمستخدم. انا يتهيألي كده ان الرز استوى. بصي ايوه خلاص كده استوى تمام. قولي بقى نعمل ايه تاني بقى، واللحمه دي هنعمل فيها ايه؟ بس نطلع الحاجات دي. هنطلعها تاني. طيب استني انا اجيب لك طبق نطلعها فيه، يعني الخلطه اللي احنا حطيناها بقى الهيل والحاجات بتاعت أيوة خلاص دي تطلع تاني. خلاص تطلع. طب خدي انت بقى. انا عاوزه معلقه كبيره ولا تنقي دي؟ عادي عادي. انت كده خلصتي الخلاط؟ ايوه. طيب في ليمون عندك؟ عاوزه ليمون ايه؟ عادي يعني. ليمون اخضر؟ عادي. ليمون اخضر عادي؟ م-م. طيب عندي يا اختي ليمون. تعصري ليمون؟ معلش برضو ايه، انا هجيب لك ليمون، انا ما بقطعش الليمون من عندي، على طول في كيس نايلون كده واروح عيناه. ده الليمون والبرتقال يعني نفسي اودي لكم منه السعوديه. وبعدين يا قمر تؤمر تلاقي. يا اختي انت جايه النهارده تفرحي قلبي. خدي الليمون بعد ما يعني حطيه في صحن. انت النهارده جايه تسعديني وتفرحيني. حياتي انت فديتي. يعني ايه يعني؟ بصي زي انت ما هتسعدينا النهارده وتفرحينا بالاكله الحلوه دي، انت بس يقول انت عاوزه ايه واحنا نعمله لك. فضلك دي في طبق. في صحن. في صحن عشان الاكل على طول. تمام. طيب عندي صحون كتيره اهي. حلو ده؟ عادي. طيب صحن صغير. مش مشكله. لا اجيب لك صحن صغير، ده انت لازم تقومي. قاعدين يا اختي جبت الصحن وهكلمك بقى في حاجه كده واحنا بايه بنغرف بقى. انت عارفه بقى انا قلت بقى البرنامج ده، شفتي كل الناس الحلوه اللي بتكلمنا، البرنامج ده يعني اثبت كده ان الناس بالناس وان الناس تحب بعض. ايوه عشان كده انا قلت لك يعني مو شرط ان كل الحب الناس بيكون بالانترنت بس، يعني التليفون، مقابله، خروج، طلعه، ما طلعه، يعني الواحد يعرف الانسان مو عبر شاشه وخلاص وانتهى الموضوع، بس لا لازم يعني يكون في تليفون، طلعات مع بعض، نجي مع بعض، نعرف بعض اكثر كده، يعني هذا شيء كويس. تفضلي. انت عارفه بقى انا نفسي في ايه؟ عاوزين على الاقل خالص. خدي عاوزه معلقه. عاوزين على الاقل خالص اما نعمل الصفحه دي يبقى كل واحد ليه 5 صحاب من السعوديه، ناس تتود كده. لا مو شرط 5 سعودية بس، ممكن عندك الامارات، الكويت، كل دولة، يعني مو شرط السعودية بس مع مصر بس يعني. الله ينور عليك. برضو انت يا اختي شابة وافكارك حلوة. انا نفسي بقى نعمل صفحة نلم فيها كل العرب، ملناش دعوه ولا بسياسه ولا بكلام وحش ولا حاجه، دي للحب، ان احنا نحب بعض وان احنا نساعد بعض وان احنا نتعرف على بعض بالخير ونلم بعض كلنا كعرب من كل دول العالم ونفتح بيوتنا لبعض. اهم حاجه نفتح بيوتنا لبعض. مش عاوزه بقى كل واحد من العرب يجي ينزل في القندة وده مش عارفه ايه، لما نتصاحب ونعرف بعض ونتود مع بعض نفتح بيوتنا لبعض بكل امان وبكل خير، نفتح بيوتنا لبعض، ده العرب كلهم حلوين. ودايما كده ناخد وندي مع بعض كده. يا
يا ريت بقى يا استاذ عمرو تعمل لنا بقى الخط ده بقى كده والصفحه دي على الفيسبوك والناس كلها بقى تتواصل مع بعض من غير سياسه ومن غير كلام وحش. دي صفحه للود، صفحه للود تبقى حلوه كده الناس كلها تتكلم والعلم نور. نعمل الحاجه اللي احنا اتعلمناها بالحب، بالحب. العلم نور، ناخد الحاجه الحلوه ونسيب الحاجه الوحشه، نستفاد من الحاجه الحلوه ونرمي الحاجه الوحشه. شفت البطيخ حلو ازاي؟ اعمل لك عصير بطيخ يستاهل بقك بس بعد ما تخلصي الكبسه. هو كده انت كتمتيه؟ اه خلاص، بس نبي ملعقه كبيره على اساس مع اهاتي معلقه اهي واقلب اللحمه بقى تحط فيها كده؟ اه لا بس تتقلى اللحم بالزيت او ما تبي تقلى خلاص. انت عارفه بقى انت يتقال عليكي ايه؟ خدي الفتايه. طب خليها لا لما تتقلى اللحم الاول. اما اللحمه تتقلى؟ طب انا اقلل لك اللحمه هنا؟ طيب استني يا اختي انا اجيب لك حاجه نقلل لك فيها اللحم وهقول لك بقى المثل. يا اختي عليكي وعلى جمالك، ده انت يتقال عليكي طباخ مكفي سلطان مخفي. صل عليكي. صلي يا اختي طبخ مكفي سلطان مخفي. امسكي شاطره. اولع لك بقى دي. تمام. صنعة من طب المنحب اللي انت عملتيه ده. أيوة. انت كنت بقى بتقعدي تسمعي الامثال، ما انت كنت عماله تقولي لي انا كنت بقعد يا غالي عشان اسمع الامثال. واختك بقى ما جاتش معاكي الثالثه ليه؟ قالت انها تتفرج احسن يعني. ماليها في الطبخ اصلا. ماليها في الطبخ. لا. ما هو اللي وليه واللي مالوش يا اختي بيجي عندنا، احنا البيت مفتوح يتعمل حبايب الف. خدي بقى اهو قلي براحتك. اشيل لك الحله الكبيره دي؟ لا عادي. لا اشيلها لك اوسع لك. هاتيها جنبنا هنا. شباكه ولا خلي بقى كده لما نيجي نغرف. شباكه انقل لك هنا؟ لا لا شيء احط فيه اللحم يعني شيله باللحم. عاوزه حاجه شوكه؟ ايوه ماشي. بصي بقى واحنا بنقلل اللحمه هوريكي بقى لما كنت بدور على الوزه. ايوه صح. اتفرجي معايا وشوفينا وانا بدور على الوزه. تمام. ورينا يا اميره. شوفي انت كلك على بعض طبعا. اغرفي انت بقى يا اختي كده بطريقتك. اعملي لي اشربك انا بقى النهارده شويه عصير بطيخ. انت تعرفي ان البطيخ ده بيبقى كده عارفه ينزل يزغزغ كده في المعده. خدي خدي عشان حللي من غير ايد. قلبي عليك مهلك يا اختي. ده انت ماسكه المغرفه بتاعتك هوني. يا اختي امسكيها من الجدر كده اقلبيها. تعالي لا اعملي انت برضه. اعملي حطي صحتك وعافيتك. بس انت لو انت الرز شاطره كده وعملتي له الوان حلوه. ايوه انتوا يعني بتقعدوا يعني عندكم اختراعات كده تبتكروا. تبتكروا الله عليكي. واللحمه حمرتيها وكله. أيوة. تمام. ايوه مش لازم بقى نحط لها لا لوز ولا بندق ولا المكسرات. لا 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 مش لازم يعني كده حلوه. في ناس كمان يحبونها بمكسرات وكده بس في ناس لا. هي كده بتبقى حلوه يعني. ما اجيب شويه الماء الساقعين يا اختي من الثلاجه. عصير البطيخ بقى ما تحط له شويه ميه ساقعين كده. يا سلام يا ست ام سعيد. ايوه اهلا وسهلا يا ست ام سعيد. ازيك يا حاجه؟ تسلمي يا اسمي غالي. ازي صحتك؟ انا وانت طيبه. وانت طيبه وبخير. مش شايفك على طول يا بابا. ربنا يخليكي. شفتي احنا لسه عمالين نقول يا رب نلم الحبايب كلها من كل الوطن العربي. والله يعني بتلميهم مع بعض صح؟ يا رب يا رب. ربنا يديك الصحة يا رب. احنا بصي نتقابل يعني المهم ان احنا نتجمع بالتليفونات بالنت بأي طريقة. هاتي يا وز. ان شاء الله. بأي شيء إن كان ان احنا نتقابل وخلاص بأي وسيلة المهم نتجمع. ربنا يديك الصحة يا رب. تسلمي يا ست الكل. تسلمي يا ست ام سعيد. الله يخليك يا حبيبتي. وبعدين شفتي بقى العروسة القمر النهاردة اللي عاملين لنا الكبسة السعودي دي؟ طبعا.
شفتي بقى اكلهم حلو ازاي؟ انت يعني بتدي للناس روح جامده والله يا غاليه. الله يخليك يا ست الكل. الله يخليك يا حبيبتي. تسلمي لي. الله يخليك ويديك الصحه يا رب. تسلمي وتعيش. الله يخليك يا حبيبتي. مع الف سلامه. مع الف سلامه. عاوزه معالق؟ خدي يا اختي المعالق، افتحي الدرج كده وخدي معلقه كده وتعاملي كده بيتك ومطرحك. يلا هاتي الغطا ده بقى نغطي بيه انا. يلا ده بصل محمر زي بتاع الكشري صح؟ ايوه ماشي. وانا هحط لك العصير اهو عشان بقى ايه يبقى الاكله كامله من كله. شايفين لونه عامل ازاي؟ اللون الاحمر الطبيعي اللي يفتح النفس. كل حاجه طبيعي ربنا خلقها فل فل. بصي عصير البطيخ احمر وحلو ازاي. يا رب ديمها علينا نعمه، ديمها علينا نعمه، نعمه الحاجات الطبيعيه اللي تفتح النفس دي. ادي هو عصير البطيخ اللي يفتح النفس لكل حبايبنا. بسم الله عليكي، ده انت شاطره. قولي لي بقى ماما بقى هتخش بقى معانا دلوقتي وناخد رايها في الكبسه. طيب لا عشان لما بتدخل مش بعرف. عشان هي استاذه. ها شاطره شاطره شاطره. ايوه كفايه يا اختي، ده انت حنتفتيها وشنتفتيها. اسم الله عليك وتسلم ايدك. استني بس احطها لك كده في الاول عشان ايه دي اكلتك. استاذ احمد دلعها لها كده. يا سلام. وادي هو ادي لك عصير البطيخ يا اختي، بعيد شويه.